السلام عليكم، هذا فيديو تعليمي عن طريق صنع أو وضع أكثر من رابط للجوجل ميت بداخل الكلاس. أول شيء إحنا نفوت على الكلاس على أي كلاس تريد، مثلا أنا حفظ على الدراسة الصباحية بالحساب. الحساب مال أي تدريسي أو أي أحد حساب كهاية إن هنا تفوت أما على الجيميل أو على جوجل درايف. درايف ها كل معلومات الحساب موجودة فيه. إحنا حنفوت على جوجل ميت. على الميت، الميت أول ما ندخل عليه حيقولي إنتر كود أو نيو ميتينج. إنتر كود ها إذا عدنا كود يعني موجود مال حساب سابق وإحنا نريد ندخل عليه، هذا من ندخل الكود. لكن باعتبارك كتدريسي تريد تسوي رابط للطلاب فلازم تفوت تسوي له نيو ميتينج. كرييت ميتينج فور ليتر، لا احنا نريد ستارت، يعني احنا هسه نريد نسوي لهذا الرابط. انت تجي تسوي الرابط راح ننزل هاي القائمة في الحضور، هذا أنا منزل بقائمة الاتندنت اللي سوى الحضور الإلكتروني ويا الميت. يظهر هنا هذا راح أسوي له كوبي، فله كوبي ميت لك ووراها أغلقه. أخذت نسخت الرابط، أرجع للكلاس أشيره للطلاب هنا أكتب السلام عليكم. رابط جوجل ميت لمحاضرة محاضرة اليوم، وأنزل الرابط. هذا الرابط الأول. والرابط الثاني تقدر بنفس الطريقة تسوي، أو أني أخذ هذا الرابط الموجود بأعلى الكلاس أسوي له نسخ وأجي أنزله وبعدين أسوي بوست. الثاني ما راح أسوي بوست لأن حينزل للطلاب. فالطالب من راح يجي راح يجي تو لينكس، طبعا هذا اللينك الثاني أنا راح أحط عليه. هذا شو كنت أسويه؟ أسويها الصبح أو يعني قبل وقت المحاضرة بخمس دقائق. فالجوين أو أيضا هاي القائمة أسويها صح حتى تروح قائمة الحضور، وأغلق الكود. زين هسه أنا صار عندي؟ صار عندي رابط هذا الأول وهذا الرابط الثاني، رابط اثنين. شلون أسوي؟ أنا هسه كل رابط كل واحد ميت، فلكل واحد أسوي له بريزنت ورا ما يفوتون الطلاب، يفوتون هنا راح يجون طلاب يفوتون على الرابط الأول، طلاب يفوتون على الرابط الثاني. بس اللي طلاب بالرابط الأول ما يسمع عن الطلاب اللي بالرابط الثاني، ما مشكلة. المهم هو الأستاذ هو اللي يسيطر على الميت بيناتهم. منه راح أسوي بريزنت، راح أسوي مو انتاير سكرين، أنا أسوي ويندوز. يعني شنو أنا أريد أشيره للطلاب؟ مو كل السكرين، فقط المحاضرة. أنا أكون فاتحة المحاضرة وأسويهم مشاركة. هذا الرابط الأول، وأفوت على الرابط الثاني نفس الحالة أيضا هم أسوي ويندوز شير وأسويها مشاركة. بس أنا حلوي إنه محتوى، وأبقى رابط اثنينهم مفتوحة مفتوحة، وأفتح المايك بالرابط الأول وأفتح المايك بالرابط الثاني. هسه اني راح يكونون الطلاب يسمعوني ويشوفون الشاشة بالرابط الثاني. من يكمل راح تعرفون طريقة الحل. احنا نسد الميت، وهذا الميت الثاني ايضا نسده. راح تنزل قائمة الحضور اوتوماتيكيا، انه من عندي دخل، انه انا هسه هذول قائمة الطلاب اللي عندي بالكلاس طالع كله احمر لان ماكو احد هسه موجود حاليا. اكو بس قائمة حضور انا مصورتها فيديو حافظتها، انه شوف الاخضر هو وقت الدخول، هاي المسافات الفارغة الصغر، يعني مثلا هذا ايش قد وقت دخوله وايش وقت خرج مني. هذا المتصل يعني هذا كان حاضر، يعني الاحمر يعني هذا اصلا ما فايت بالميت، وهذا المتقطع يعني انه مثلا هذا دخل ورجع خرج هالفترة ورجع النوب دخل وخرج هالشكل.
فهي هاي تطينا من الحظر وأوقات دخولهم وخروجهم. لهنا يعني خلصت طريقة المشاركة للطلاب لتولينكس لجوجل ميت، أتمنى تكونوا استفادوا منه. شكرا.